السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم نوع سليمان من قناة أكلات بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض بيتزا توست. بيتزا سهلة قوي، ممكن تعمليها بسرعة كده والولاد ياخدوها معاهم سندوتشات، مش هتعجني ولا هتاخد منك وقت. المكونات بتاعتها توست، تعمليها بأي حشو انت حباها. انا هشتغل بالهوت دوج وطماطم وزيتون، فلفل ألوان، جبنة موتزاريلا، وصلصة طبعا البيتزا. وهعمل معاكم دلوقتي صلصة إضافية هحشيها مع التوست، هي صلصة الزيتون. تمام، يلا نبدأ مع بعض ونقول بسم الله. هي بتاعتك صينية البيتزا أو أي صينية عندك، وتبتدي ترصيها كده. أنا شلت الجوانب لسبب، علشان مش عايزة الحروق بتاعتها لما تخش الفرن تتحرق. انت بقى بتظبطي صينيتك حسب، او بتظبطي التوست بتاعك حسب حجم الصينية بتاعتك. تمام، انا اهو كده رصيتها بالشكل ده. تمام، هبدأ بقى دلوقتي الصوص اللي هو بتاع الزيتون. زيتون من غير البذرة طبعا بتاعته. تمام، وشوية زيت زيتون عليهم، ما تكتريش زيت زيتون بس علشان يبقى يديكي مادة سائلة. يعني بتاعت الزيتون اللي انا عملتها طعمها حلو قوي على فكرة، ديت اللي انا هدهن بيها التوست بتاعي، القلب بتاعه، لان انا هعمل التوست طبقتين. اوكي، تاخدي منها بعد ما انا رصيت الصينية، تدهني كده الصينية بتاعتك كلها. تمام، حابة تزودي الكمية زودي، بس انتي ما تنسيش ان انا لسه هحط كمان الطبقة التانية. هوريكي، تدهنيها كده كويس. شوفي بقى الحشو بتاعك، شوفي انت حابه تحطي هوت دوج، حابه تحطي لانشون، الشكل اللي انت حباه تحطيه. ممكن تحطي بسطرمه لو حابه يعني. تمام، الشكل ده كده. اوكي، تمام، هظبط الصينية معاكي. حطي بقى الفلفل الألوان، الشكل ده. رصيت الحشو بتاعي، الفلفل الألوان وأي نوع حشو انت حباه والطماطم، وهتبتدي تحطي الموزاريلا بتاعتك. الطبقة التانية بعد ما حطيت الموزاريلا من التوست بالشكل ده. تمام، حابة تعمليها تقفي عند الحد اللي هو رشيتي الموزاريلا ودخليها الفرن، اوكي، بس انا بحبها كده، بتبقى مشبعة اكتر للاطفال يعني. هي من التوست، وبحط بقى الصلصة بتاعت البيتزا. حطيت الصلصة هي على الوش الطبقة التانية، وهبدأ احط بردك الموتزاريلا بتاعتي. بصي انا كده خلصتها، هدخلها الفرن ماشي، ولما تطلع هقولك كمان هنحط ايه تاني على الوش بعد ما تطلع. تمام، وهبدأ بقى احط الزيتون. الزيتون ما تحطوش من الاول علشان بينشف، يعني انا بحب احطه في الاخر كده، ما بينشفش في الفرن. وانا عاملة صلصة الزيتون اللي حطيتها في القلب،
فدي كمان هتدي طعم. فانا رايي ان الزيتون ما يتحطش من الاول ويخش الفرن بتاعتك وينشف. تمام كده سواز بيتزا سهله وسريعه قوي، يعني انت في اي وقت حابه تاكلي بيتزا اعملي الطريقه دي والولاد هيحبوها قوي. تمام انا كده خلصت صينيه البيتزا بتاعتي، هقطعها بقى قدامكم. هقطعها بقى، طبعا التوست بيبقى متحرمش وبيبقى حلو قوي. انا بشتغل بس بحرص عشان الصينيه دي عامله زي التيفال يا جماعه. تمام فخايفة دي تجرح الصينية وكده. ماشي بس يبقى مطلعها لك. استخدم دي كده احسن عشان لو صينيتك تيفال انت فاهمة استخدامات طبعا التيفال ما ينفعش تقطعي فيها بسكينة، والصينية ديت عاملة زي التيفال اللي هي الغطا بتاع الألترا دوت اللي انا شغالة فيه، فما ينفعش استخدم فيها حاجة تجرحها يعني. تمام انا عايزة اطلعها او بهالك. بصي بسم الله ما شاء الله، بصي الجمال، بصي التوست متحمص ازاي، شايفه؟ ثواني هطلع لك واحده تانيه، بصي هتعجبك جدا. هطلع اللي في النص دي تساعدني شويه. هتحط لها اي خضرة عندك، يعني لو جرجير كمان هيبقى حلو قوي. انا المتوفر عندي دوت ريحان، كنوع من الديكور لطبقك. تمام حاولي تشيكي طبقك كده، لان ما قلتي المعروفة اللي انا بحب اقولها على طول، العين بتاكل الاول كده بالشكل ده. يا رب تكونوا اتبسطتوا من الفيديو. لو عجبك الفيديو يلا اعملي لايك، اشتركي في القناة عشان عندي فيديوهات كتير هتعجبك.